هل البشر وأنس لاحا أهلا بضيوف الرحمن فاض المسك ومنهم فاح عبير وشذاه القرآن أنتم يا أحباب الله فرحي طاب بكم وازدان كالدر المنثور أتيتم كاللؤلؤ أنتم وجمان أنتم يا أحباب الله فرحي طاب بكم وازدان كالدر المنثور أردود المقرنسة إن المقرنسة ما موسنو عن المقرنسة حفلة دان قبنو وحويان وحوي المقرنسة رسول كين وحرين من جلال الله وحكم ذا تكريم للشيبة يو حامل القرآن ومقرنسة إلا ما موسو وفكي مقرنسة حامل القرآن كها يو يوقف كي مقرن إنسان عرب الله هذا إنه مقرن إنسان لما موسى أيو مقرن إنسان اللي بيجي من ناس شيء جاي مركا وهاي كم يتهاي إنه مقرن إنسان لو قبتر أردت أن بل تبين إنسان مقرن القرآن ك القرآن كبرن إنسان موسى كان ومقرن إنسان وح ويان شيء جام مهم كا مقرن إنسان لما موسى يو مركا حفلدا أول الأول مهسنتين وارد أنت يا مقرن إنسان أردت أن شرفت له دمان مقرن إنسان كسر غيب جلي يا معلمين تاني أقول مدل مقرن سحفة ده أنا جلست وغيب جلي وحفة مقرن سوين أو بلا من دونها وحينو يرينا أول الأرض مقرن سقران كأنه غفر فرة شيخ عباس فليتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم
منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لا وإنبا واحتار إستغلوا وذاهرتا وحو به يا عيد كان وارمي حكو جوتي كريم وحو ديدانا نفلو وريتك صوب حذية وارغضاك ما يالا كرو وارغضاك ما يالا كرو به دايو اوياي وديو اجشو ايا قفو وقتقيس وقالو افكو كوريتيا الله وينبا واحترى إسألو وذاهرتا وهو بالحياة كان وارمي حكو جوتي كارين وهذي وانا ليو قبضا إسألو وليو ما مرة وليو كالارو حضانو فرا قفكي ولا لا درتي لمو كورا بيا إدعو كورا سدي وجي دوا بكا الله وينبا واحترى إسأل الله ولا إنتا وحو به يا إذكار وارمي حكو جوشكار يا خفكي وغيش شي ما قابا وعدكونا قالي جنة وبيا البرقضة كنت ذا وريغا يا ننكي قلت وقلتا وياك ندونك باص نكي راعي والهذا مسارة ويرا نيغا أبوت وحوضا عنا حمسي ذا وعسادة نصادة حماتا كواب جير وحو ديا شنار الله وإن با واحترى يسال الله وداهتا وحو بحيا يكالي وارني حكو جوتي كارين سيانا ورير وقل ولا هو إيو ضياب وقصي الأولو من عيار وذي الله إلو داريق وهو صادر أي أنبيا رسول كي والدي وادي ذاتك سباري الله وإن با واحترى إسال الله ولا إنتا وحو بحيا يكالي وارمي حكو جوتي كارين وحو ليها إسأل إسأل عشان ملا وليا إسأل واحدة بريها ولا إن الله رديق إسأل بي لها وضيع إركا وقبل وشبي الله وينبا واحترى إسأل له ولا إرتا وحو بحيا إسأل وارمي حكو جوتي كارين أدون لواري ما عريشكي وابتاية متكي دلوين نستغى جيدا غربي وضامران وحي قليا القبريقة صدح وعودن با لويدي يا كرتون لويدي يا كرتون ويني هكو أبو رأيه وكو ما نبيقي كفاري وحيقة أبي وشرعيقة دينتي وهلكو أحيد الله ويبا واحترى إسأل الله ولا إتا وعو به يا الكالة وارمي حكو جوتي كارين الله وينبا واحترى إسأل الله ولا إتا وعو به يا الكالة وارمي حكو جوتي كارين نبلا بيا قبل قاعي نتش على السين لو داقو وحانو كبلا ميا سيتن درجية كرامة مرة ديق إلهي مرة دوب كشرفت يقول دقال بدن من هلا كضي دي دم على كراج دي دال باك صاهرة قلبتيني يا شو دم قشي أحد يساد وقاتك يقول إلى شيك ومسجد اللي دم عسني لبت لا يسكت عري من هو يريد بيرد مرك عن كدر وكتب دم رهي من الله ضاد نقد نقر وقدلون تيا هاد بدم إنك هوزيا دش سرك كرن كرا قصة ما هين نقول ستة لكن وح قصة بين يسكت دين نقول ستة مركو دم على غير كا يهيد نودن معري أنا ما هدي بقول وهن كاغا دوب درجة وح كا حاجة أو دلا على هين شك السلام عليكم وأن من المؤمنين أن بابي بوباب بوبا بني بابا من المبني ما بيبا بني با تاتي توبت
تنتني تتنى من المسلمة تنتني تفيس بس سوسا فني تتنى من المسلمة تنتني تجيج بد دودا بني ددنا من المجرم ديدا دنيدا حاحيح بح حوحا حنيحا حن من المحمم حيحا حنيحا خاخيخ بخ خوخا خنيخا من المخلم خيخا خنيخا دادي دوبد دودا دني ددنا من المدن مديدا دنيدا دادي دوبد دودا دن ددن من المذن مزيدا دندا رارير بر رور الرنر رن من المرن مرير الرنر زازيز بز زوزا زنززن من المذن مزيزا زنزا ساسيس بس سوسا سنسسن من المسلم سيسا سنسا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبو هرين إلهي سبحانه وتعالى أيما هذه أسقناتي مضاشا قيمها بضن إسكوها كاني الله إن جاي لي تدبرن يا كتابك إلهي يكووها لن وقرب تاغن يكوود لي الله إن جاي لي أيما هذه أسقناتي marka labaad waxaan u mahadcelinayaa martida qiimaha badan ee isugu jira maamulayaasha macallimiinta iyo aqoonyahankaba iyo culimada marka saddexaadna waalidka qiimaha badan ee ardayda soo qalqaalinaya mar afraadna ardayda qiimaha badan ee xaflada tan ah iyaga aawadood loo qabanayo iyagana aad baan ugu mahadcelinayaa هدان كور بحيو مدشن اين افردين وحي دارانت هاي وحفلة دا ماموس كا اردي دا وحالا ماموس ايا واد دا ايار تاقيمها بادن اي قروح دا بادن اي هرتو نفرد دا حيث بجران صدح قيبود ارده قاد دا ميسي او تردو دا انت هاي الى اللباتان اي اردي اردي دي كالمه او ريكا قل امتحانات كي تيرم كي كوباد يعني صور دافني يا أرضي دي سدح ده جزء مريسة الله قبتي ترتنك أقونات كالله قبتي القرآن ككو ترتمي هبلية إن والله ها إنتي قولي ستي إيه جنا مركا محي هيدي لغو ماموسيو عادة وحويا أرضي ده هذه جرالية قفكي دلالبا إن لما ماموسو أول وينيو وأرين آدي آد أمي ما أم بكم أما كم بده عدد وما حد كوليه يحي أنت وحاسين لفاقا أو يضن الدير إن حفلة تنأ ما حد كأبو من قالينه محايا لي ما قعي هوري ما حد كلها أيو كسو قوري ما قع عصمنا وهو لبحي والله إلى هذا ما حد قال مصباح رنتي قفت قف كستو إن جمد وفرح سيني هاي حنا كعود دارنا يا مدرسة إنه جو عديد أه كراسي دو إنه جو ير أوديد خالي بالسكة هاني يا دقيقة ده كوبان إن شاء الله وين سدول قادنينا
أن وحنا أفردنا وحويا حفلة دينا تنة وحكرا أرضي لغو تكريمين يا أمبال عبال مرين يا أرضي قاريسة أفر إيا اللباطن أرضي سيدو كالي أرضي دا هكادة دميسي إيا قرآن كي بلاوضي إيا غانا وا لما موسى يا وحفلة تنة قيبوين أي كيهين سي أي درين كودا أي قبان يفر حدودا أي وقاتان إني مدل كسو وريغين أم بحالت كسو وريغين أو حالت كلي مادين لأنه حايا لي أرضي مركو يري أو يقاد دوضو وعوهان قل تاغيا ومركز تكو تمنين يا معلومة قرآن كبلابي لها تلو قرمات قرآن كبلابي وحكو باد أي مسقح يسكا قوحيا وقرآن كقرمات بلها قرمات بلابي أرضي داس لباتين يدع قرآن كيبه وضب بلابيان وحان الرجيني إنه ترتن تحضر المري دونه وحان الرجيني إنه مر وضع دمين دون إلهي إذنك أنت إلهي سبحانه وتعالى قسمه إن وحك رؤية دنا آدية آد وحسد أمضا أرضي داد كترتن تحضر قرآن كا أولي متسو سعودي إلي سصور رير ريبي إلي سصور حسك اللي سلسو مري أخيرا كي أنت فين الكتمي أما قبل قبضة تمي إيادة نمركة محايدة إلا ما موسو الحقيقة مركة تكون حجرتا سيدان أوكالي أمبا أرديدة تكون حجرتي وحن نقوني ساقف لفل قليا أرديدي يتفاعل كودي وحن فرحادة الله قادنيسا أرديق مركو فرحسية هاي فرحادة الله قادنيسا لأن فرحادة أرديق وفرحادة معلنك فرحادة معلنكونا وفرحادة أرديق marka waxaan rabaa halkan laba fariimood oo gaagaaban oo inaan ka ilaahdo waamid ardayda ku wajahantay midna waalidka ku wajahantay anta ardayda ku horeeye ardaygu intuu higalka waxbarasho uu ku jiro duruufa soo wajahaya caqabada soo wajahaya waqtiga mararka qaar saacidi waaya culaysiya fuulaya وحاسو دن وحلو باهن يهي أرضيقو إنو صبر إيا أدكيسي أولي ماتو أرضي دا قرآن كدميسي وحن لي يهي قرآن كإن السكتان أو آد حفظيدان أو آد من فاتحة إلى الناس آد اسكو قبطان وارين تليدين كفرديو من آن اسكو قبانين انتاسين اتحان كي قد بمايو وحوري الله او سوغي امتحانات وكذلك وحسوغي دادال بدن اي سوغي يين حوكا سارن قران كسيدي اي اسوغو سوغيلا اسوغيلا هاين ارتيدا ودا ايغنا وحا لغا ربا سيده اوغا مينا دالين لا هاين هميغودا ان قران ك الهي حفظيان ان دادال كودا لبا لابان او اي سوجيستان oo arday oo noqdo arday quraankii ku dhex jira oo ahlu cibaadada oo masjidkii ku xiran oo dadka intii kala ka soocan oo dadka inta wanaagsan iyo saaxiibka wanaagsan ku xiran in noqdo ardayda quraanka bilaabaysana waxaan leeyahay wadad hadda agta saarteen xalaydi ka baahan yahay dadaal baa leeyahay ka baahan dhalinyaro aad baa u qurux badan tihiin laakiin waxa la doonayaa قروح داف قل إذن كم موقتا إن القرآن كإلهي كبراتان أدك سكتان صبلا ماها والدك وحن ليه هدان إلمها لقرب استاقين هدان معلنك لقرب استاقين هدان لوسو إجي سنين إلمها وحبر شديس إيا أخلاق دي سواناكسا وحبضا با إن السيقية وحبضا با إن قاقل لعصمية حقيقة وقتي قو إسكو كوبان إيا مرتدو إنو جوكتا وحن كسو أفميريا إلهي سبحانه وتعالى أرضي ذا قيمها بضن إيه قادة ما أنت الدميسي إلهينا إنو قرآن كاللابتو ذا كشبه أو كسبه وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه لكم أهل نقينا الله تبارك وتعالى حفلدا النقوسو كل مية فلقيس أيو من نقيس حيلدا نماه وقودا نماه رقن بدا نماه إله بنا سوا فشي أن كل حفلتنا وحلقوا مع موسى يا أرضي قرآن كإلهي تبارك وتعالى برانيس
وحال يراها فردقة يا مجلس وحال لقاها اللي قيمه سوف لقي هاي شيء لقاها اللي انتو قيمه سوف لقي هاي حفلتنا وحلقو ماموسا يا ونقو كرامينا يا داد إلهي تبارك وتعالى كتاب كيسا لفن قري كتاب كإلهي برتي ومقرانا سا كتاب كالسحب الله لك نبقو حت المامي عليه الصلاة والسلام حديث كان وذكرنا إنه وفق القرآن كأخرية وهو ماهر به بنبقر عليه الصلاة والسلام قرآن كان ماهر كأكوة وفق مالية قيامة وحل نصو حاضرين يا بنبقر عليه الصلاة والسلام ملايكة لراس صفرة الكرام البرانة شيخ محمد علي صابون رحمة الله عليه تدرى ونور الله مرقده حديث كان مركو الدول استهاج يشرح يوحو تلماما وحاويا ملائكة للأسوى حاضرين يا وملائكة الأظهار الذين كانوا أعلى منزل في الجنة منزلة جنة قوصة رسك وقوصة ناديب على الأسوى حاضرين يا لكن قفك سوى كيبو يري وقفك قرآن كحفتسا يعني مع جود حفته ويتقانه بولي يعني واقف قرآن كماهر كوا هضيت هاي نطقي تجويدك يعني وحويا قرآن كوحي كتعلق معرفة ولد قفك الصفادة لهلية وقفك أويا قفك النبي تلمامي عليه الصلاة والسلام ويسقن أولي هاي إثل حديثك وكل شيء يولي هاي قفك قرآن كآخرية ويتعتع فيه وهو عليه الشاق ونبي قولي عليه الصلاة والسلام له أجران بنبي قولي شيخ محمد علي صابون وحوت المامي يسقن الله بدا أجر ونبي قولي المامي عليه الصلاة والسلام ويهي أجر القراء أجر المشق آخرين توقفك آخرية يو دادالك وقفك سمين يو مجاهدة قفك بحنا يو تضحية قفك بحنا يو دادالك بدن يقراء بدن وقفك سمين يو قفك هرت مشقة أجر أيو كلي وكو أجر كالبادة كلانا قراءة وآخرية يزين أجر بكلي نبي قولي عليه الصلاة والسلام ونبي وكي حديث كلالها يعني قفك من قرأ حرفا في كتاب الله قفك حرف آخرية كتاب الله تبارك وتعالى كآخريانا قفك النبي وكلا عليه الصلاة والسلام حرف كي هل أجربة لو قرية هل كحسننا يعني التومبا لو قلت فني وكي نبي قلا عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لا من ولكن ألف من حرف والله من حرف وميم من حرف وكي نبي قلا عليه الصلاة والسلام ما معنى الحديث خلاصة القول وعن لا نهيدتها قرآن كبرني يا أرددا وارتهني أنفاني لله إمام الشاطب رحمة الله عليه تدرى قصيدتي سمرك تلمامي واكلها هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنواري من التاج والحلى فما ذنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله وصفة الملا تذكر صوات يعني وحويا شرف الله تبارك وتعالى أكتي سكولا أبيادا وحوك صور دنبلاني يا حديث كنبي عليه الصلاة والسلام يعني وحويا مانيت القيامة قفك وحال صو حاضرين يسوق التاج مقرن سلبيدي سوالي أيا لصو حاضرين يجوا مقرن التاج يحرين قفك حافظ القرآن كان والدك وحلايا أولادنا كتابك إلهي تبارك وتعالى كل ذلك إن حفتيان إن برتان إن مقران إنسان يكون عمل فلان إذن كان مالين تقيامه واحد هريسان إن مقران إنسان مالين تقيامه تاجك الله يدين حلو يقنا الله مالين تقيامه لا يراه مقران إنسان تجران جرت الله يقول يراه إقرأ ورقة ورات لكما كنت تردل في الدنيا مرقى إن شاء الله تعالى تازين سطر دار منا معد كان معد المصباحنا يا حافظة لقفرنا ومعد أدق مبضانه وحن لنا إن شاء الله تعالى ذاتك حافظه تماعدك كفا إذا استان وسيقارها لو كفا إذا استو وحويا المصباح هاي إفتان كان تهيني لهاي كده قوك إفا حافظه أفا إذا يحافظه لن إفتيمية إجهل قوك إفتيمية النور كي علمك يدريق حقه إفتيمين الله كده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنه كل مية قربت خيرك بدل إنه إنين إلهي كتاب كيسة يددك دكتا يددك دكتا إلهي وحن كبرينا فردقين إنو كدقو فردي بركيسا إن وحن كلام مهنة قيام مرتضى مامولك معدك والدينك يا عرضي ذا دمان وحن ليه إلهي كتاب كيسة أود خدمين إسان أجروينا لسوكو بكرين إلهي دمان تنبهن قوة سيو إن انت أدنك سو قدبو كل حفل دين إني واحد وين حفل لو كرامين أيوة أو لو شرف أيوة أو لو ماموس أيوة أردو هجادة دم يسي يا أردو الكتاب كيلا يكسر ترتنتي
إن واحد لقوا ترتمان هذا كتاب كله يبقى هو نكسن أو شرف بلن حرف كتب آخر ساعة علم يعين بينما الشيخي واحد لقوا هلية طبعا حسنه لما قياس كرمر كاقف كآخرين يا قرآن كإلهي يقف كبران يا إمامي والبقران سبعين يا أجر كيس واحد لحسابي كرمه إلهي واحد كبرينا إنه نبي يالو قاو كتاب كيس نبي تلقى سيو أدون كنا برتا كنا عمل فلاح أنت هذا كسو قدبو كل ما حد كينن ما أنت واحد نشوف ناكله ونقشي ما حد ك المها يري مر كودا شو ده واحد لقون قلا نفلا لقون قلا لكن ما أنت ما حد كوا لقون قلا يا سكن نفلا قلا ما هي حفلة روت موها ما حد كمل عيسى بساب خلاطه بساب خلاطه من تروح كلا سود ويوم العرس ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله وحن لين هاي ده كلام مامو كودا يوم معلمين تو وحبه هي هاي إلا قرب قشة وهو بهي هاي إن قامها على سقف صلاة ووالدك كانوا من كجسته معناه إذا معها المها قم العامد والدكتور ما لي تحفيد وكل ياتون اعتماد معها وإن كل يوم لحد ما ممك معلمين ته وإن الحيد والوالد اللي على تا مركز كل مامك مركز تو ولا شغال اعتماد ومركز تو فائدة صباح ساي فربتوا يان ثم الله اعتراضا قاموا وده شربي waxku gooyaan maamulka iyo macallinka kaliigi meel magaarsiin karo laakiin wuxuu baahan yahay in la garab istaago oo waxaan qoray maxadka magaciisa kor loo qaado laga faa'iideysto maamulka kale waxa jira Soomaalidu goor gaaban halkeen la gaabane isku dheereen meel maxadka laga faa'iideysto maamulka lala shaqeeyo iftiinka baxaya yeelayska Ilaahay ino daaray waxaan qoray la garab istaago yaan laga seexan wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aan ar-rahiim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى يا مهد أوردن إسكاله إلهي سبحانه وتعالى يا مهد أوردن إسكاله إن السيئي نمعوين كفرها بضن إيه هديه بسرحنا تري أين سوكو بكرين مهد لك ديب فحان أمهد نقيا مهد نقارا والدين تشرفت يقيمها لا ما موجنك كسو قيب قلي حفلة دا إيو دمان مرت شرفت قيمها بدن أيونا كسو قيب قلي وانو ما هدنا قيا وحن بقادين ايا أرضي دا معهدك المصباح حبلو إيا إنمبا إنتا ما أنت لما موسى يو إيا إنتا كلي وحوية إن شاء الله بره لما موسى دونبا إيا غنا وانو ما هدنا قيا aan inta ka dib kelmadeed waxay noqon doontaa laba qodob oo kaliya ta mid waa mid oo waa macadka mid aan waxa weeyaan ka oran doono maamulaha khayr allah siiyo sheekh muhammad runtii waxaan ku arkay laba arimood oo ajiiba maalin maalmaha ka mid ah booqasho ahaan baan dugsiga ku yimi subax waxaan u soo galay galaasyada hal fasal oo runtii casharkii dhammaystay oo macallimadii markaa dhigaysay casharkii wada dhammaysay oo barnaamij dhiirigelina ay ka socoto oo macallimadu tartansiinayso ardayda runtii barnaamijkaas wuxuu noqday mid horta aniga aad ii soo jiitay macallimadi waa ku bogaadiyey maamulka laftarkiisana waa u sheegay haddana waxay noqotay inaan guud ahaanba la wadaago waalid iyo marti sharafba dhiirigelinta ardaydu waa qayb waxbarashada ka mid ah waalidku inuu ilmihiisa dhiirigeliyo oo qur-aanka barashadiisa ku dhiirigeliyo oo waxbarashada iyo dadaalku bixinayo ku dhiirigeliyo waa mid ilmaha uu meel ku gaadhayo waan ku bogaadinayaa maamulka iyo waxa weyn macallimiinta macadka al-misbaah arintaasi qiimaha badan deemtan maanta ka mid ah oo lagu maamusayo ardayda musaabaqada iyo tartanka qur-aanka uu soo socday iyaduna waa dhiirigelin kale marka runtii qodobkaasi qodob aad u qiimo badan buu ahaa qodobka labaad ee kalena wuxuu noqday sidaasi la mid ah habeen kaloon booqasho sheekha ugu yimi masaajidka
waxaan ugu imi xalaqado ardaya oo kutub dhiganayo loogu dhigayo kutub runtii ma sahlana waxa laga yaabaa dadka qaarkood intay soo galaan inaanay wax si weyn u qaadanin laakiin ubad qur-aankii baranaya oo markay dugsigii ka soo rabaxaan maqrib iyo cishaayo dhexdoodana masaajidkii kutubtii diiniga ahaa lagu barayo waxa weeyaan arrin iyaduna qiimaheeda leh dadaalka waxa bixiya in yar oo kooban oo dadka ka mid ah bixiya macalimiin kooban ayaa dadaalkaas oo kale bixisa waan ku bogaadinayaa mar kale maamulka iyo macalimiinta machadka almisbaax oo runtii labada arrimood ba ahaayeen laba arrimood oo aada u qiimo badan waxaanan leeyahay sii wada oo dhiirigelinta ardayda xoojiya oo jeclaysiiya ardayda qur-aanka iyo waxbarashada u dhiga kutubta aad u wadeen markii horeba halkaa uga sii wada masaajidka xalqadaha ka socdaa waa jaamacadihii ay culimadeenna inta ugu badani ka soo baxeen masaajidda cilmiga lagu soo qaadan jiray xalqadahaas ayay waxa weeyaan culimada aynu maanta cilmigoodii iyo kutubtay qoreen aynu waxa weeyaan ka faa'iidaysanaynaa halkay ka soo baxeen waa masaajidada iyo xalqadaha ka socda taana sii labanlaaba baan leeyahay qodobka u dambeeya waalidka ayaan usoo jeedinayaa fariintan waalidka usoo jeedinaya waxay tahay waalid maamulka iyo macalimiinta dugsiga waxay u joogaan waa ubadkeenna ubadkaa ka dhiganaya aynu rabno inay noo soo saaraan ubad adduunkoodiina waxa weeyaan ku liibaana aakhirana barta hadalkii alle subxaanahu watacaala iyo culuumtii shareecada oo aakhirana waxa weeyaan ku guulaysta ubad baariyiina oo waxa weeyaan inoo duceeya oo waxa weeyaan dee tacabkoodii mid adduun iyo mid aakhiraba waxa weeyaan u nadaba socdo oo si ka mid ah saddexdii rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay waladka saalixa ah ee waxa weeyaan waalidkiisii u ducaynaya waa saddexda camal ee aan gu-in ee soo gaadhaya qofkii waxa weeyaan loo soo duceeyey ama waalidkii marka waxaan leeyahay waxay u baahan yihiin maamulka iyo macalimiintu in la garab istaago in lagu garab istaago dugsiga arrimihiisa in lagu garab istaago horumarka dugsiga in lagu garab istaago wax alla wixii tartan iyo nashaadaa dugsiga ka socda in lagu garab istaago runtii aanu maamulaan ahay culayska madaariska qur-aanka ka jirana waa dareemayaa waxaa laga yaabaa macalimiintaasi inay gacanta ku hayaan arday fara badan oo laga yaabo inay bilaash ku dhigtaan dugsiga amaan awoodin fiigii laakiin iyagu ay dabooleen in ay wax weeyaan qur-aankii ugu dhigaan sidaasi lamida waxaan dareemayaa in culays badani ka haysto nashaadka iyo dhiirigelinta waxyaabihii ay ku bixin lahaayeen oo dhan dadaalkuna intan uu ka sii badan lahaa laakiin waxaan ku baraarujinayaa waalidka waxalla wixii nashaad ee dambe iyo dhiirigelina inay waalidku ka qayb qaataan xataa haddaydaan dugsiga soo wada gaarsiinin waxaad odhan kartaa macalin aniga ilmahayga usbuuca sabti ilaa arbaca qur-aankiisa hadduu garto jaa'isadiisa anaa bixinaya jaa'isad kooban ood ilmahaaga siiso ood kaga farxiso dadaalkiisuu sii labanlaabaya qur-aanka iyo barashadiisi buu sii jeclaanaya marka waalidka waxaan leeyahay qaybta ugu weyn dugsiga idinkaa leh ka qayb qaata wixii horumarka dugsiga ah ubadkeennii baa dhiganaya waxaanu jecelnahay sidaa horumarka dugsigu mar kastoo kor u kaco waxaa kor u kacaya ubadkeenna iyo horumarka waxbarashadooda taana waalidkaan leeyahay ugu dambeyn ilaahay subxaanahu watacaala waxaynu ka baryaynaa xafladda qiimaha badan ee aynu ku maamuusayno ubadkeenna baranaya hadalka alle subxaanahu watacaala sidaa alle subxaanahu watacaala inoogu kulmiyey in jannatu lfirdows alacla inoogu kulmiyo alle subxaanahu watacaala waxaynu ka baryaynaa dembigeenna iyo dembigii waalidkeenba inuu dhaafo alle subxaanahu watacaala waxaynu ka baryaynaa intii muraadle muraadkoodoosan alle subxaanahu watacaala siiyo intii xanuunsanaysan alle subxaanahu watacaala caafiyo intii dhimatayna alle subxaanahu watacaala ha u naxariisto guud ahaanteenba alle subxaanahu watacaala qur-aanka haynoo fudaydiyo xumaanta ka dhiiriyo samaha lagu dhiiriyo anshaxa dhawra inu nahay
شاح دورين ناي وحمدنا قرآن حلال بند سنا سنا نبي عندنا سنا نبي عندنا وحنجنا دمبا قديعنا سيدسا دوا كما دينا دوا كما دينا وحنجنا دب سوا إنان ديلا بنان علمي كعادان سنا علمي كعادان سنا وحنجنا دوان إنان نقنا دليل دولكي الدين تبانفا دولكي الدين تبانفا إيانا قيسينا دالي إنا إنا وديديان أنا كدفنا لاربان أنا بوان داسني الله دينا أوضاي الله دينا نجوى غفو تبمايا قلبي غادي أكواني أيا أنت مرتبايا أيا واجم ذي أدوك نجوى غفو تبمايا قلبي غادي أكواني أيا أنت مرتبايا أمجدي يا في مالا أدايني كوبيايا إلينا إضاونا شذاه القرآن أنتم يا أحباب الله فرحي طاب بكم وازدان كالدر المنثور أتيتم كاللؤلؤ أنتم وجمان أنتم يا أحباب الله فرحي طاب بكم وازدان كالدر المنثور أتيتم كاللؤلؤ أنتم وجمان شكرا يا أحباب الله شكرا يا أهل القرآن.